صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. النهاردة معانا سؤال لحلقة صباح الخير يا مصر. العالم تعداد السكاني فيه كله حوالي 8 مليار تحديدا، يعني 7.9 مليار. في منهم 2 مليار شخص بيلعبوا جيمز. السؤال بقى هو، هل انتوا بتلعبوا جيمز وبتسمحوا لولادكم يلعبوا جيمز، ولا يعني بيلعبوا كده من وراكم وانتوا تبقوا عارفين هما بيلعبوا، ولا منعينهم تماما؟ قولوا لنا كده ايه رايكم في موضوع الجيمز، يعني حتى من فكره مش الاطفال الصغيرين بس اللي بيلعبوا العاب ان كان على الموبايل او بلاي ستيشن، لا احنا كمان الكبار بنلعب. يا حسام الحقيقه سعد طبعا طبعا، يعني انت ايه اخبارك مع الجيمز؟ انا يعني بصي، انا بلعب جيمز من وانا صغير، الكترونيك جيمز اللي هي الالعاب الالكترونيه وكده، من وانا صغير جدا بعمل ده على الكمبيوتر. بس طول الوقت كنت اكتر الالعاب اللي بلعبها العاب الكوره، فيفا بقى، وكان في اليابانيه على البلاي ستيشن، ووينينج 11، وبعد كده في اللي بيتقال عليها البيس دلوقتي او البيس برو ايفولوشن سكر. كنت بلعب كل الحاجات دي. الى جانب ده كنت بلعب العاب ثانيه فيها حاجات برضو اللي لما الواحد كبر شويه عرف انها كانت خطر شويه على الطفوله، بس انا كانت ما يعني مش بتستهويني قوي، زي الالعاب اللي بيبقى فيها ناس معاها اسلحه. مثلا كانت ايامي مثلا في لعبه اسمها دوم، بس كان الشخصيه اللي بتلعب بيها بيقتل الوحوش. بعدين بعد شويه بقى في لعبه اسمها جي تي اي اللي بيتقال عليها دلوقتي في الشارع جتا، اللي هي جراند ثافت اوتو. بقى ده انت بتلعب بواحد خارج عن القانون وبيضرب نار على الناس في الشارع وبيسرق عربيات وبيجري من البوليس وحاجات شبه كده. الحاجات دي كانت على استحياء والجرافيكس بتاعتها صغيره والواحد عارف انه في جيمز. دلوقتي التطور بقى فظيع جدا لدرجه ان الموضوع بقى بشوف ان اطفال بيلعبوا، بقى شكلهم بيلعبوا حقيقي، يعني هو جزء من اللعبه وشايف حاجات حقيقيه، جرافيكس حقيقيه، كانه بيتفرج على فيلم وهو جزء من الفيلم. الحاجة اللي أنا لسه بلعبها لغاية دلوقتي لما يكون الواحد فاضي ننزل أنا وأصحابي نروح بلاي ستيشن كده ونلعب كورة ونقعد بقى مين اللي هيشيل. بلاي ستيشن دي متهيألي الرجالة بيلعبوها أكتر من الأطفال. طبعًا. يعني متهيألي يعني. هي في حتى لما تخش على الويب سايتس كده تلاقي في قسم ألعاب الكبار. صح. البلياردو والبنجو، ترابيزات بلياردو، ترابيزات بنجو، وبلاي ستيشن. وجبات من الكانتين. وجبات من الكانتين اللي مش عايزين تقربونا. بلاي ستيشن من الكانتين اللي مش عايزين تلعبوا معايا. هو دي يعني انا بالنسبه لي لا، ما كنتش بلعب الالعاب اللي انت بتقول عليها دي. انا كانت ايام بقى ما كنت بلعب مثلا نيد فور سبيد، سوبر ماريو، الله الله، الحاجات اللي عارف الخفيفه دي، المنمنمات، برضه مارتل كومبت. الجيل القديم ايوه، صخره. ايوه كنت لسه هقول لك كمبيوتر صخر. ايوه كنت لسه بتكلم انا وانت في الموضوع ده من كام يوم، موضوع كمبيوتر صخر ده. فزمان فعلا على ايامنا كانت الجيمز حتى لو فيها شويه عنف برضو كانت يعني نقدر نحتويها، تعدي. يعني ما كانش فيه تعدي شوية. يعني ما كانش فيه الالعاب دلوقتي بقت داخله، بقينا بنشوف العاب اللي ببجي مثلا. سيبك كمان ببجي فيها حاجه تانية انا اكتشفتها، انا حاولت العب ببجي باي ذا واي عشان اعرف الناس بتعمل ايه يعني، بس لقيت انه ما معرفتش خالص. وبعدين اكتشفت انه في عالم جوه اللعبه دي بقى كمان، يعني في ستور، في زي محل مثلا، طبعا محل افتراضي يعني او الكتروني، تدخل تختار اللبس وتختار الاسلحه وتختار كل حاجه برقم، يعني برقم كبير مش رقم بسيط. يعني بفلوس، لا بفلوس. وفي جيمز ثانيه فيها شخصيات، يعني محمد رمضان مثلا في لعبه نزل وعمل شخصيه، وبتشتري شخصيه محمد رمضان وبتدفع فلوس للعبه عشان تلعب بمحمد رمضان وتجيب اللبس بتاع محمد رمضان، ولو عايز تلبسه الفرو بتاع محمد رمضان او السلسله بتاعت محمد رمضان، نظاره محمد رمضان، وتبقى عبد موته وتنزل وبقى وتشيل الحاجات وتعمل نوش في المنطقه. لا شفت الاعلانات الصراحه. شفت الاعلانات. انا حاولت العب ببجي، حاولت العب ببجي صراحه، يعني ما استهوتنيش خالص. مع يعني مش عشان هي لعبه حلوه ولا وحشه، يعني انا مش بحكم على حد. يعني انا في وقت كده كنت انا مثلا في اعدادي او ثانوي، كانت في لعبه انتشرت جدا، كان الناس بتنزل نت كافيه اللي هو بيتقال عليه برضو السايبر. فكنا بننزل نلعب اسمها كاونتر سترايك. فاكره انا كاونتر سترايك. فكان بيبقى في سي تي واللي هم الكاونتر تيرورست والتيرورست، الارهابيين وقوات مواجهه الارهابيين، وبتختار الخريطه اللي انت بتلعب فيها دي. كنا بنلعبها الصراحه، وكان فيها ضرب برضو وبتحرر الرهائن وما اعرفش ايه، بس في الاخر برضو في عنف. في عنف، بس هقول لك على حاجه، برضو كان الى حد ما الموضوع كان مقبول.
لكن دلوقتي فكرة ان بقى في جيمز زي ما شفنا فتره فاتت، جيمز بتخلي الاطفال بتديهم زي اوردرز او اوامر بالظبط، يعملوا حاجات يؤذوا نفسهم او يؤذوا عائلتهم. وللاسف شفنا حالات يعني حالات صعبه جدا، يعني ادت لمأساويات كانت صعبه جدا. شفنا، مش عايزه اقول اذكر حتى اسامي الحوت الازرق مثلا اللي طلع، يعني انا بس ما كنتش حابه اذكر اسم اللعبه عشان في ناس الممنوع مرغوب بتحب تدخل تدور. وفي نقطه كمان فكرتيني بحاجه مهمه يا جمان، احنا بنتكلم على فكره ان مثلا احيانا بيكون في حاجات في فيلم او في ما اعرفش ايه خارج عن قيمنا، بس في نفس الوقت تلاقي الاب والام اللي بيتخانقوا خناقه ان الفيلم الفلاني ده خارج عن قيمنا وما اعرفش ايه، وابنهم قاعد جنبهم ماسك التليفون بيلعب لعبه فيها كل التفاصيل بقى بجد، وهو الشخص اللي بيلعب اللعبه دي، يعني يعرف واحده، يعرف يروح ما اعرفش فين يسرق ايه، وده هو ده خارج عن قيمك. انت ممكن يعني تكون فاكر ان ابنك او بنتك قاعدين على التلفزيون بيتفرجوا على الحاجات دي، فانت مش عايزه يتفرج على ده، بس هو بيلعب جيم على التليفون او على التاب، او يا ابني خد خلاص انت عايز بقى تريح دماغك تتفرج على الماتش، او الام عايزه بقى تريح دماغها بعد يوم الشغل، فخد يا حبيبي التليفون، امسك التليفون وعيش حياتك، وانت مش ضابط بقى الحاجات بتاعه الاطفال، وابنك بقى يفتح اليوتيوب وبنتك تفتح اليوتيوب ويفضلوا يتفرجوا على فيديوهات ممكن ما تكونش المحتوى بتاعها يناسب الفئه العمريه، حتى في الدول اللي انت شايف انها ممكن تكون منحله، مع ان الاخلاقيات دي نسبيه. انا يعني ما عشان بس ما حدش يقول ان انا بحكم على اخلاقيات، الاخلاقيات نسبيه، اخلاقياتك ممكن ما تكونش نفس اخلاقيات جارك اللي في وشك اللي من نفس الحي ومن نفس المنطقه ومن نفس الافكار ومن نفس الدين، بس اخلاقياته مختلفه، لان الاخلاقيات دي بتنتمي الى كل اسره بينها وبين نفسها. فتلاقي ابنك بيتفرج على حاجات مثلا في اوروبا والدول المتقدمه هي بتاعه الناس مثلا فوق 13 سنه، بس ابنك او بنتك عندهم 6 سنين وانت قاعد مش واخد بالك. دي نقطة مهمة قوي بالتعليمات او بالسيتنجز بتاعت اللعبة او بتاعت يوتيوب او اي حاجة بنستخدمها، فبيبقى في طريقة ان احنا نقدر نحدد بيها او نقفل بيها او نقدر نفتح بيها لسن معين، بيبقى في الخاصية دي موجودة، بس احنا معظمنا ما بيبقاش على دراية بيها. في كمان تفصيلة تانية في لعبة مثلا زي ببجي يا حسام، ان هم بيبقى في اكتر من شخص من دول مختلفة واشخاص حقيقية بالمناسبة بيتعرفوا على بعض وبيلعبوا مع بعض، برضه ما نعرفش بالظبط بالصوت كمان بيبقوا كأنهم قاعدين مع بعض بالظبط، وبرضه ما نعرفش عنها حاجه. لكن برضو انا مش ضد المنع، لكن برضو يعني عفوا ضد المنع، ولكن برضو مش مع ان انا اسيب ولادي يلعبوا او يتفرجوا على حاجه من غير رقابه. يبقى الموضوع عند الاب والام بالظبط. انت حابب ولادك يكون اخلاقياتهم شكلها عامل ازاي، حابب ولادك يعني انا فاكر مثلا وانا في تانية حضانة في KG2 كانت المدرسة المسؤولة عن الفصل اللي كانت درسنا انجليزي اسمها مسز مراي. مسز مراي قالت لأمي، قالت لها حسام شاطر في المدرسة، ما تخليهوش يتفرج على أفلام فيها عنف وفيها ضرب، وما تخليهوش يلعب ألعاب فيها ضرب. طبعا في الوقت ده KG2 كان قليل قوي، يعني الواحد عنده الأكسس على الكمبيوتر أو الحاجات اللي شبه كده، بس هنا في الجانب التربوي اللي احنا طول الوقت بنتكلم فيه، فرق ما بين المدرس والمعلم. دي كانت صحيح. معلمه عرفت تكلم الاهل وتاخد بالها من التلميذ بالظبط، فامي ابتدت تنتبه، ولغايه النهارده وانا معدي ال 34 سنه فاكر مسز مراي ده لما كنت دي لما كان عندي 6 سنين قالت ايه لامي. فهي الفكره انت عايز ولادك يكونوا عاملين ازاي، المدرس في المدرسه بيتعامل مع الاطفال ازاي، عشان ما نوصلش لمرحله ان دلوقتي الولاد 12 و13 سنه وبينزلوا يتخانقوا في الشارع بسنج ومطاوي ومواس. هي في الاخر الشخصيه بتتكون من كل حاجه حواليها، الاب والام والاخوات والاسره والتلفزيون والسينما والجيمز والسوشيال ميديا واليوتيوب بالظبط. دي حقيقه فعلا. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، لو لسه بتلعبوا جيمز كان بقى بلاي ستيشن او العاب الكترونيه على الموبايل، وبتسيبوا اولادكم يلعبوا الالعاب دي ولا لا، او بتتعاملوا معاهم ازاي؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم واللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.